حتى مسكينه وبس نيب وداك جاتني بشكل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صحاب بون صحاب انا واقفه انا كنتسنى انا اي بنه ردبنا انا اختي ساده ديال نتيجه النعاس صبره والله الا عيني الناديه فوق العصب عندك يا قريب لنا الحفله. المهم اخوتي ان شاء الله اليوم غادي تشوفوا لاله الدريسجيه ولاله فاطمه بحله جديده ان شاء الله. حنا مازال ما نطلقوش منهم اليوم ان شاء الله غادي يكون العشاء وغادي نلبسوا ضروري تنمي تاع الشغل نلبسوا لهم جوج قفطات ان شاء الله نشوفهم كي غايجيو واقيلا غايجيو كبار شتم ضعاف ياكي لا نقصوا والله لا ضعاف ان شاء الله غير بصات قفطات ونرشوهم بالزهر ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي امين. وخليك معنا اللي كانت قبيله غزاله فين تباخو على حساب الديسير فين تباخو على حساب الديسير غادي يشمل على طول حنا غنفوق غادي يكونوا سد عليهم بحال عندك مبيخرا اليوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي امين. ولا لازم لازم حقي مشايا انا خويا هاد النهار هاد النهار حقي مشايا هاد النهار ايوا انا مرحبا بكم مرحبا بكم اليوم ما شاء الله غنكون كنبسط فيطلات ان شاء الله بسم الله هذا دليل على الدريسية وعلى فاطمة ديما غنبجيو ان شاء الله ان شاء الله امين. جيت معانا من الاول حتى التالي لا ماشي السطيلة كل وحدة بوحدة كل وحدة لا طاي ديالها هذا فيه عيوب ديال دليل على الدريسية هذا فيه شوية ديال مغلوق لفاطمة ها انتم بسم الله ما شاء الله ها انتم عليكم بيبان الخير وبيبان الشر هذا فاطمة هذا امين يا رب ها انتم الله يرضى ها انتم هذا غزال هذا ونجيبكم ان شاء الله مع الله لاله فاطمه المشاهدين لابسين ان شاء الله الله يكتبنا وعاوننا وعاون الله يكتبنا اليوم نعاودو نرضو مع راسها ان شاء الله نزيدو الصداق دابا نزيدو الصداق ان شاء الله يا ربي دابا نقول خلي حميده وخلي لاله الدريسية لاله الدريسية الله يلبسكم عيطنا لاله الدريسية على محمد وعمي الجيه اللي ساعه ما جاوش عيطنا لمحمد ومي جيري لي ساعه ما جاو غير جاو شاو ماشي شاو قال لي قال لي راه معيطوا لنا راه معيطوا الله يخلف عليكم ويكثر خيركم الخدمه حتى تاخذي ان شاء الله بشي الله يخليك الحمد لله خلي خالتي حاد ندير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نرحو بك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعمر بك ربي حتى تجي عزيم على الله ان شاء الله يا ربي الله يخليك الفرحه باش بغات وزينو مسالي غسلو البيت لهي والله عندنا الله يبارك فيك الخير والستر الله 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 سيدنا محمد الله 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 والله يطول عمرك النوارات والله يخليهم لنا بركة النقافات فاشلات احنا عندنا كيف بالمينا احنا بس مبقاش احنا مين الله يرحم الله سير اخويا سير احسن بشايتي هوليوود سمايل الله ينوركم الله يستر عليكم سيدي ربي
المهم صلاة وسلام فين وصلات؟ مازال صلاة أيوه والعين علينا حق راه كاين العيد إيوا خلي ولاد دريس يلاه خاصهم يدخلوا أي الحمد لله اللهم لك الحمد لله ماكم سقرتوا كملوا مسكينة في يدها أنا في يدها صح هنا في يدها أنا تسكت تقصح أسامة صالح لهم مازال ما فهم والو أسامة راه طاح كان واحد كرسي ليه ما فهم والو تقصح تقصح مع رسول الله مع رسول الله مع الطيح مع لا إله إلا الله ما خلاوناش كاع نصغرت ما خلاوناش كنا صغرين لا تفضلوا بخير خير ربي ان شاء الله عليكم ويستركم اجي هنا حاجه خايبه ما الله يجيكم غير الخير اولدي ان شاء الله الله يحفظكم ويستركم السلام عليكم يا جماعتنا ديال الخير والله ان ربي يسهل عليكم ويلي حاش الله يديه لهذا المقام يا ربي يا الحبيب وكاع اللي طلبناه مع ربي يوصلوا لهاد الناس هادو اللي داروا فينا هاد الخير هذا يا ربي دعينا مع كل واحد مع المشاهدين مع كل واحد ربي شاهد علينا الله يحفظكم ويستركم يا رب ثلاثة السياق ولعبوالينا ان شاء الله نتصور انا وياكم ناديه ها يلا زلو الله خلعنا اسامه مسكينه خوتي والله العظيم الا خرجها من خلعة وقفنا كاميرا باش اللي تنجريو والله العظيم مع الصلاه والسلام لا اله الا الله سمعت زكاة هاد العيالات وكنت انا مشغوله وفلتتني بزاف ديال الحوايج واليوم ما شاء الله على الدريس يلا فاطمة غتعاود لنا ان شاء الله كيفاش دازت الطياره كتلعطو مخويه سربيا كي كانت كنا خايفين زعما الطياره طياره زوينه زوينه الطياره غير كي كانت والله الا الطياره كي دايره ركبه وفاء كاع اللي جا من الطياره كتقول له كي جاتك الطياره وبغيتي تطيري انت كاش كدعي لهم دابا واش دعيتي بيا ولا دعيتي معاها؟ طيارة الطيارة اللي بغات تبعات اخوتي تبعات تمشي لا نعطيك طيارة الطيار كيفين بغيتي عندنا عيب لا 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 طيارة زوينة طيارة الطيار كيفين بغيتي لا ولني دابا الدعوة ديال الطيارة الطيارة كيفين نعطيك طيارة طيارك هي ما يعاودش يشوفك بنادم لا 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 بالعكس لا هي قالت زعما طلعنا عندك طيارة الطيار فين بغيتي ان شاء الله فين بغيتي ان شاء الله انا بزاف حيت كتسولي ايوا ان شاء الله الحمد لله ملي مشاو بخير على خير خفتو لا لا هاك هاك شنو هاك هادي قال ساعه هاكا هاكا والله العظيم تحليم لا ترعدات ما لا ترعدات شويه ملي كتبغيتها برك شويه كتقطخ ما تبغيش تكون طالعه عاوتاني كتسمع شويه ودني لا 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 ودني تاع في النص النهار عطاونا هذاك شويه باش تسوي اه شويه باش كتبغيتها برك تاع في النص النهار عطاونا اللي كتدفع العينين كتدري على بعض غرض على العينين هذا اللي كتلوي عليك دابا تعلم وتدري ما تلقاش على خاطرك ونوطير ونوطير كيفاش نسو مزيان مرتاحين مزيان مزيان مخيرين لا مخيرين وتحنا مع شي ناس مزيانين اللهم يعمر هاد البلعه عشي عيالات حنا وياهم جدا من الناس تفرقنا معاهم لا تفرقنا معاهم بالبكا الحمد لله الحمد لله نسولك خالتي ولا اول مره شفتي الكعبه هذا اول سؤال انا سولتها ملي تلاقيت مع لاله الدريسيه قلت لها شنو كان الشعور ديالك ملي اول مره شفتي الكعبه؟ جاب لي الله بحال اللي كنحلم ما كايناش انا ما عرفت كيفاش جات حق الله العظيم مرفوع ملي ركبت في الطياره جاتني ما عرفت كيفاش ومني جات جات ذاك المقام كيجيب لي الله بحال اللي ما عرفت فيه والله القاصه لا كيجيب لي الله ما عرفت ما بحال اللي ما كنتش ناوي على ذاك الخير ديال سيدي ربي ولحقنا عليه اللهم لي كل شيء الله يخلف على مالي الخير شنو امي لالا تاهي تبارك الله منوره الله يبارك فيك ويفتح عليها خدمتك الله يطول صحيتي امي لالا شي شويه وزيانيتي ايوا دابا راه خاص الباس اللي تزيد الصداق راه ماشي زعما ان شاء الله ما كنلعبوش انا والله الا هذا باش عرفنا يا ولدي عبارة ان شاء الله بشي حجه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
احسن حاجه راه تقيد معاهم دابا يونس. ايوا الحمد لله. هذيك هي احسن حاجه كاع. هذيك احسن حاجه كاع. تمشي مع ولدك وبا سيدي حتى هو. شكون بحالك الا مشيتي مع با سيدي وولدك بجنبك وراجلك بجنبك. هذيك هي الحياه وما فيها. اي بصح احسن حاجه هكا خدمتو بعاد فين نصحك انا كنجبد الشكرا هزيل على صحيح صحه وراحه بخير بصحتكم وما راحتكم نعطيك الصحه قولها لالا فاش دعيتي مع المجدي شنو قلتي يا ربي يا ربي يا ربي وانا نزاوك فيك المشاهدين والبعيد والقريب زاوكوا فيا وانا كنزاوك فيك يا ربي الحبيب تقبلنا الغرض ديالنا كاع حنا قبلوا منا والله العظيم الله يا ربي ان شاء الله بينا ولا ولاد خوتنا ولا كل شيء كل شيء كل شيء داخل المغرب وخارج المغرب فيما كانوا خوتنا المسلمين كلهم مصالحين لا شويه ودي بينهم السكر راه ولا كيعبر طانسيو ولا عبرت السكر والله الا الكبه ديال الدكتور غا في الدوار شكرا 10 دراهم اللي عبر طانسيو صباح تاني نوض يقول لك اجي نعبر لكم من خصو يعبر من 3 ايام ولا يومين هو كل نهار ضروري يوميا يوميا ولا احسن حاجه مزيان يبقى راه مراقب الصحه ديالو بعدا لا ما فيش لا غير طانسيو طانسيو وقتي لطيفه واحد المجمع عندكم ساس كوس سكعت بزاف ما كاين منكم والو كلكم داخلين سوق راسكم انا كنقولوا دار ها بغيتي تحتي وحده هنا تجي راه حتى انا صبويا حتى انا كنقولوا الكاطو بين امي لا كدير مشاده تقيس من الجواب اللي جاوبتني قالت لي راه دابا درت لي وا استاذ قالت لي وقريت لك القران قلت لي ما هوش وسد عليا لوحدك الحمد لله ما خليني نمشي بحالي ويا هذه دابا انا مولاي صراتني غير نهار عرفتها قاريه الفرنسي واقيلا ما بخبرش المشاهدين ها لان كتقلع الفرنسي لي زالفابي شويه ها شويه هذه ما عارفينهاش المشاهدين عليه مولاي الله راه كتعرف لي زالفابي وبحال دابا هكا كتقشب مثلا شي جمله مفيده بالفرنسي راه تقراها مثلا ادا تنكتب الدور الدور دابا ادا هي الدور ادا وقط كلشي كلشي هاد الكلمه هذه ما يمكنش نحط لك ها سميتها سميتها لا هو الربح ياك لا عندك هي وخالتي ربيعه ربيعه سميتها عتيقه خالتي عتيقه قاريه خالتي عتيقه لا يا قاريه هذيك بزاف تبارك الله كتشابه هي وخالتي خالتي حاده تبارك الله واحد الشابه تقولي والله الا بحال بحال سبحان الله تشوفوا في الوجه في الوجه لا في كلشي لا في الهضره لا زوجة كدير ولا تي حلوة خا يكون غير شوية تيجي بزاف شنو قلتي لها با سيدي مال الكاطو؟ ضروا راسو الكاطو ضروا راسو؟ وانت دابا انت كتاكل اللحم اييه الكاطو ماشي مشكل الله يهديك الحاجه شمن ماشي مشكل راه خاي واحد كان مزال راه بغيتي شي شريف انا ما ناكلش لا ناكل انا بصحه وراحه يا عبد الله قول له بصحه وراحه عبد الله
الحاج اجبر لك بالطريقه ديال تغسل بالزهر. هذا الشيء راه واعر الشيء ثاني مشى دا خويا الكرامه من الكرامات. واحد الصديق ديالي تبارك الله بيسر الحال يرحموا والدينا وكان تيركب في واحد الطوموبيل سميتها كونغو وجا عند واحد خيري قال شتك صاحبي لاصق في هذا الكونغو ما جاتش معاك سكتك في شي رونج ولا شي حاجه قال له بغيت نسولك واحد السؤال قال له ما هو قال له واش فرعون ركب في الكونغو قال له لا قال له انا احسن فرعون احسن ما يتجمعش فعلا راه شتي هذا الزمن اللي كنعيشو دابا انا رجعتي للور راه انت راك مالك دابا راك شي حاجه ما راك اكثر من فرعون دابا حنا دابا كنغسلو بالزهر ايوا راه الحمد لله هادشي راه بجد هذا بجد علينا هادشي مليار قال لي مليار قال لي ودي تزيرو وسميك قال لي هادشي طويل شحال شريتي مليار قال لي لا قام سميتو مليار قال لي تتكون عندك وسمي اللي بغيتي والله عندي اخويا نقول له مليار ونقول له مليور سلام واحد من اليوم غيولي عندك الزهر مليار والله الا كون كان عند الزهر الزهر قام يزد لي بقراي الله يكرمك وهذا التاويل ديال اهل مكناس وانا مسقط راسي من مدينه مكناس يا 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 سيدي عمر وهاد الفكره ديال خويا عبد الصمد قال لي غادي تجي معايا وغادي تشوف الناس غيغسلوا بالزهر وانا اول مره نشوف هاد الطريقه صراحه انا اول مره تنشوفها في تبارك الله شوف كرم اهل المغرب والتاويل ديال اهل المغرب المغرب الابداع ديالو في التاويل وفي النقاء وفي الاكل لا ينتهي والله العظيم ما كيرغوب لا ينتهي المغرب ديالنا لا في اللباس ديالو ولا في التهيئه لرمضان ولا في سبحان الله العظيم الله يحفظ علينا هشام هشام انت هو اللي غيكون عندك الزهره هشام انا سنجيب لك قرعه كبيره يصل لا ما يجمع سير سير هشام بغى يجمع الزهر كامل جبنا اخويا تالي زقو عالي غلبتو سلا الحاج يا نعش لا ايوا سلا راه كلشي كتعجبو ايوا اخويا تحيه للناس يا سلا سي ابراهيم جبتو الرباط السلام وما جا وراهم اخويا الرباط زين صراحه شطو الماء يخشي شويه لا لا تيديرو رقيق رقيق شطو تيموت كاع بالحال لا لا الصحة والراحة المشاهدين ديالنا دابا جات عند الضيوف ديالنا ان شاء الله غنسولهم واش عمرهم غسلوا بالزهر ان شاء الله اللي ما حضرش ديالنا بغيت نسولكم وجاوبوني واش عمركم غسلتوا بالزهر؟ ها؟ واش فايتكم غسلتوا بالزهر؟ لا 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 ما كتبوش ما تكذبيش اليوم غنغسلوكم بالزهر باش اللي ما عندوش الزهر يولي عنده الزهر شمينا تنشموا باش نغسلوا به ما عمرنا غسلناه بالزهر اليوم ما شاء الله صوب الزهر لا لا الدريسية واش حنا اختي مزهرين وما غايكونش داكشي الزهر واش من الزهر تبارك الله اللي عندنا حمدنا ربي وشكرنا الزهر هذا اللي وصلنا لداك الزهر غنزيد لكم الزهر بالزهر الله كستر الحبيب ديالي الله يحفظك الله يستر الله يحفظك الخير ديال سيدي ربي ها راك عليك شنو اللي الله يسامحك ها شنو اللي ها لا لا ها لا فابو الفوق ها وقدي الغرب اخر ما كاين ارجع لي المولى لا ارجع لي المولى لا ما غسلتش بالزهر واش دابا هذا غسيل ولا ريحه هذا غسيل وريحه بجوج بارك الله عليك اولدي الله يحفظك الله يحفظك اولدي ايوا هادشي عاد خرج موضه ولا هادشي مني جينا حنا الحمد لله جبنا معنا هاد الروايه الحمد لله دابا مولا لا باش كتفتح لك الشهيه وتحلى لك الماكله وتولي تسرقي مزيان اييه الله تبارك الله اللهم لك الحمد يا ربي قادر انت في القرعه شنو عمرها يا الزر حلينا اليوم غندوش الزر واش بغينا نغسلنا الزر ندوش امي قال لك دابا الزر كون كان عنده الزر كون قام يديروه في القرعه يسدوا عليه ايوا الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد الصحه والراحه احسن احسن عليك صافي راه ايوا يلاه هذا راه فكره جديده شي صراحه راه فكره زوينه لا خير ما عندكمش الماء من المقطوع فهذه فكره باش نغطيو على المقطوع واش تو نزار الله يخليكم ديما شكرا خويا واش اللي كاين شكرا لك بزاف بالصحه والراحه بالصحه والراحه كاع اليوم ولي ما شاء الله راح تطلعوا من العشاء سبقنا رجع راح حتى انا من الجرام غاسل هيك نوريكم الريوم ايوب نعم
الرجال راه حاطينهم ليه؟ لا عارفينهم في لاطيراس ليه. ايوا صافي ان شاء الله دابا غنبغي نسقوا العياد ان شاء الله. ايوا نخليكم معنا تحياتكم بمجموعة القبور. مرحبا الحاجة مرحبا. يا ربي امين يا ربي امين ان شاء الله يا ربي امين. امين امين امين. الله يخلي ايامكم ديما زهر اخويا. الله العظيم ان شاء الله يا ربي كبرتوا بينا. الله يكبر بيكم وديما كتفكرونا في اي مناسبه كتفكرونا. الله يجازيكم بخير وشكرا. الله يجزي انتما عائلتنا ماشي ايوب اختي وفاء دائما تكونوا مجموعين العائله كامل. والله احنا فرحان كلشي مجموع نهار كبير شفنا هاد الوجوه كاملين. الله العظيم يا كاتوريا هادشي هادشي اسمعون فهادشي باش اليوتيوب زوين شحال الناس لقانا معاهم. ايوا ضروري اللي دار العمرة اللي دار العمرة داه واللي دار لها داه نقول الحمد لله ربحنا عمره هنا. ما كيربح غير مول الخير. والله الا مول الخير هو اللي كيربح. اه هو اللي كيدير الفضل وراس المال. الحمد لله. اه اللي دار الخير هادوك زوينين. الشغل معنا الله بالصحة والراحة. ولا لا ها الخبز ها الخبز لا لا انت حاجات الخبز ها الخبز ولا لا كنقول فاطمة خصني الخبز كلي تخبز يا بنتي تمشي على الخبز. الله يدافع تم يلا مو يلا فاش مشيتي للامارات تحشتي الخبز. اودي والله انا كنت ما كنتش نبغيه تما الماكله غزاله ما شاء الله. عجبتك الماكله ديال تما؟ والله الا عجبتني بزاف ما كنتش نخمم في الخبز كاع. احسن والله الا مزيانه بالله. اذا لا الدريسيه انسانه خبزوزيه. ايوا ما كانش الخبز ما كانش الخبز ما كانش تيقول لي غير مو خبز. وجيب لنا غير الضميره. اوكي الضميره مرحبا. اه صافي دابا وقالي منزوج أتوريا أكو كتيا غير زوينة. مالك هلا الوالدين الحمد لله مسكينة قالت له مرحبا بك وقالت له مرحبا بك ما انك تا مسكينة وبسني وداك جاتني في شكل هي انا جاتني في شكل ماشي ما عرفتش والله العظيم كل واحدة لاختها قالت له مرحبا بكم مرحبا بك قالت له مرحبا مرحبا بكم قالت له انت تا عنقتها ايوا ايوا خاصك الحنان انت عنقك والسلام انت راك قلت له ما خاصك الحنان خالتي فاطمه راه يامي تاني اللي ما ولدتنيش والله راه ما ولدتني وخالتي فاطمه راه خالتي فاطمه ربتني اه والله الا كتبقى ام ثانيه وحق الله صافي ميمتي بدا البكا ميمتي اه الحمد لله الدموع ديالي والله الصراحه ديك العين زرقاء مع البكا صافي جبت تشوف عليا اخويا مشكل الوالدك والله ما تبغي الحمد لله داك الوحده اللي خطا لي والدها درا غير دموع الفرحه عاش امي عاش كل وحده والله قال له امي هي اللي كطيب لي الخبز هي اللي كدير لي المرحه امي هي الماضيه فيا عاش امي والله لي والدي خوتي ما كتعوضوش الصراحه كل وحده اللي خطا لي والدي الله يخلي والدي اللي عنده امي وسد الركبه واللي ما عندوش امي وسد العتبه لا قالك الا توفات الام وسد الركبه ولا توفى الاب وسد العتبه زيد البكايه زيد تبارك الله ما شاء الله شي غزال هذا كما كتشوفوا الطعام اخوتي بالتفايا باللحم صراحه عبد الله حنا كنحمرقوا عليه ما ندوقش البنت مسكينه غدا جايه كل ساعه غدا جايه الله يعطيك الصحه الصحه ريحته تبارك الله ما شاء الله غزال 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 ريحته تبارك الله ما شاء الله انت مسكينه انت كدير باش تحط داكشي مسكينه صحه الله سبحانه وتعالى قال على جيدنا يا ولدي قال الصحه والراحه مرحبا بكم عرفه راه تيرغي لي فلوطور وكل هادو ولكن درتيها كواك علاش شي حوري وما كاينش الزغبه ديال الربيع الحياه ما كايناش كاع لا فعلا والو والله لا لقيتيها تبارك الله
شهاده دابا هكا هذا هو الريجيم. هذه هي الحياه تقول له هيجه. هذه هي الريجيم. كيفاش هيشام هيشام شكاش مؤمن الحياه مات الحياه ما كاينش الريح. انا دابا انت عاود الحاجه انا تنتفرج ما لا كنشهدوا معاه الشيء اللي قالت له راه كاين. ما واحد اخويا راه تهزمنا كاع. والله العظيم الحمد لله اللهم لك الحمد. تبارك الله على السي هشام وخاص. الله يكبر بك. ما توحشيش كسكسو على الله؟ ما توحشيش كسكسو؟ كان الجواب ديالهم ولا كان 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 ديالهم ول